وإن تطيعوا الله ورسوله
كما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا منا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأوهينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سيرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فقسمنا أنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغوته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تنتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizzallamin lil abid. Yawma yaqulu lijahannama lim talati wa taqulu hal min mazid wa ulimatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man ashiya rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Lidukhuluha bisalam zalika yawmul qunud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Wakam alang na kamla umin karnin asyan dumin batasan patak panak panak pamu fil bilat hal mim mahis. Inna fi zalikal zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Wastami yawma yunani al-munani min makanin qarib. Yawma yajma'una as-sayhata bil-aqaf. Zalika yawmul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Yawma tasarraqu al-ardu anhum siraa'ah. Agak kau eh. Zalika hasrun alayna yasir. Nanu alam bima yakuluna wa ma anta alaihim bijabbar. Fazakir bil Qur'an mimman yakhafu wa'id. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innan dina lawaqi' wassamai zatil hubu innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ubi kutilal qurrasun allazina ufi ghamratin sahun. Yan aluna ayyana yawmuddin. Yawmahum alal nari yuftanun. Zukum finnatakum. Hazal lazi kuntum bihi tajilun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akizina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rabbi samai wal ardi innahu lakum illa ma annakum tantikun. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim wal mukramin. In daqalu alayhi faqalu salama. Qala salam qawmun munkarun. Faragha ila alihi fajaa bi'ijlin samin. Faqarabahu ilayhim. Qala alla taqulun. Fa'awjasa minhum khifah. Qalu la taqaw. Wabasharuhu bi ghulamin alim.
فقبلت امرأته في سارة فصكا وجهها وقالت عجوز أكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قدمكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فدرنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برونه وقال سائر أو مجنون فأقلناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إن أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تزر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود قيل لهم تمتعوا حتى إن فتوا عن أمر ربي فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فاذكروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا من ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبار المهجور إن عذاب ربك لواقع وله من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في قيد يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون بصير هذا أم أنتم لا تبصرون إن لو فانبروا أو لا تنبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مكفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تقسيم ويتوب عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون للشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصون من المتربصين أم تأمرهم أهلهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تتقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كيفا من السماء ساكتا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يزعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واغفر لأم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فدلل وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
قد رآهن لدى النورى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إياش سدرة ما يمشى زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ولكم الذكر والأنثى تلك إذا كلمة جيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
أم يقولون نحن أمير ينتشر سيجمع جمع ويولون الدبر ويسلم النهار وأمر إلى المجرمين قيل لنا توكلنا يسحبون في النار على وجوههم يقول السكر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبشر ولقد أعلمنا أشياء وأعلم من ذكر وكل شيء قالوه في الزبر وكل صغير كبير مستدر إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالبان والنجوم والشجر والجنان السماء رباها وملء الميزان على النور بالميزان وقيم الوان بالقيد والنزر الميزان والآن ولا أهل الألم فيها فاجعل وميزان الأمان والهم ذو الأجر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبا خلق الإنسان من جلسان كالفقر وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا رب مارج ورب مارج فبأي آلاء ربكما تكذبا ورب الدارين يلتقيان بينهما برزخ لا يموت فبأي آلاء ربكما تكذبا مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا وبأي آلاء ربكما تكذبان ذنوبًا أليئًا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان سماؤه أيها الشفان وبأي آلاء ربكما تكذبان يا مشاوين والإنسان البدن أنت النجوم أخضر السماوات والأرض تنبغي ما تنبغون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم سواد من نار ونحاس فلا تنتشرت فبأي آلاء ربكما تكذبان وينشق السماء بكانا وردة كالنهار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi baru-baru ini hari saya berubah secara signifikan dan teman-teman saya semuanya tertinggal. Jadi ayah ya Rabbi kumadu kanyin. Dengan kau memakau marahnya dan badan Ayu ala ya Rabbi kumantu kajiban Dua ta'amnan Ayu ala ya Rabbi kumantu kajiban Lima ayna minta jarian Ayu ala ya Rabbi kumantu kajiban Lima minta kajiban Lima minta kajiban.
فمالئون من البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لأن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لأن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبعوثين ولقد علمتم أن الأجل أولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لن شيء جعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ورأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لأن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سمني ربك العزيز فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عزيز إنه لقرآن كريم في كتاب مبين لا يمسه إلا المطهرون إنزل برب العالمين وبهذا الحديث أنتم ملحدون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الخلق وأنتم إليه تنظرون إن أنه أكبر إليه ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتلية جهيم أجل له حق إن سنجبين ربك العزيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منهم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي نزل على عبده آيات بينات ليؤمنوا
أخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لكم مرعوف رحيم ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله رأس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل لهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له وله أجر كريم ترى المؤمنين والمؤمنات يجعلون بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Well, I saw
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على أكثرهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبة ورهبانية مما ابتدعوها وما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يدعوكم بالليل من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال الذي تجاني الكف في زوجها وتلتقي إلى الله والله يجمع أموركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تؤذون به والله بما تعملون خبير. ولم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى ومن لم يلتذب فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يؤمنون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله
شيء شهيد لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو والسابق ولا أدنى من ذلك إذ ذلك ولا أنذر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنهم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك أيك بما لم يؤيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حلمهم جهنم يلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بدارهم شيئا إلا بإذن الله وعلم لكل توكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فأنفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فأعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم وينسبون أنه على شيء ألا إنهم الكاذبون إن تاوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لا إله إلا الشيطان هم الخاسرون إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك بالأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من
ادخلوهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه لا يكذب الله لا يكذب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. والذي أرجى الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وزننتم أن يرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسلهم من الله فأتاهم الله من حيث لم ينتبهوا وقذف في قلوبهم الرعب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب
ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروا ليولون الأدبار ثم لا ينصرون فأنتم أشد رعبا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى مؤسسة أو من وراء جدر بينهم بينهم سجن فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم لهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ذلك جزاء الزاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يزال أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على أمل رأيته خاشئا جبل رأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ورمان رهيب والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسمي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Bye.